السلام عليكم، كديرين؟ لاباس عليكم، هانيين؟ اش كتعاودوا؟ نتمنىكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم غادي نشارك معكم هاد الطورطه هادي اللي كتجي رائعه بكريم باتيسيري. كتجي رائعه وكتجي زوينه بزاف. بالنسبه للجينواز راه غادي نحطها لكم في صندوق الوصف، راه هي المعتمده عندي. كيف ما شفتوا يعني كتجي زوينه وكتجي خفيفه بزاف كيف ما شفتوا معايا. كنتمنى هاد الفيديو يعجبكم، هنا اعجابكم وتجربوا حتى هاد جينواز وحتى هاد التورته هادي ديال عيد الميلاد واي مناسبه كتجي زوينه. مهم الا كان كيهمكم الفيديو ابقاو معايا وتشوفين. غادي ندوزو غادي نديرو كريم باتيسري اللي كتجي رائعه وكتجي زوينه بزاف. هنايا عندي 4 المعالق ديال السكر سنيده، 4 المعالق كبار. عندي هنايا الحليب، عندي 2 كيسان كبار ديال العنبه، عندي قشور حامضه، عندي هنايا مايزينا 4 المعالق ديال مايزينا النشا، وعندي 2 فانيات، وعندي 2 بيضات. غادي ندير غير صفر ديال البيض. هادو هما المقادير ديال الكريم باتيسري. مهم بقاو معايا. اول حاجه كندير الحليب، كندير كاع المقادير كاملين كنديرهم، كندير السكر، كندير الفاني، كندير القشور حامض، كندير الصفر ديال البيض. المهم كاع المقادير كلهم كنديرهم هكا في كسرونه وكنديرهم على عافيه مهيله، وكنبقى نحرك ما كنوقفش، كنبقى ديما هكا نحرك حتى كتبان ليا يعني شويه كيتقال. صافي ونطفي البوطه. الكريمه ديالنا وجدات كيف ما كتشوفوا بحال هكا، كنخليها شويه مطلوقه، من بعد راها كتعقد غير راسها. ندوز نطرب الكريمه. انا كناخذ هذه الكريمه سائله، هي اللي كتجيني بصراحه زوينه. دابا بعد ما وجد ليا كلشي الجينواز الكريمه، بالنسبه للكريمه كريم باتيسري راه البنات كنغطيها هكا بميكا باش ما تديرش ليا داك القشور من الفوق. راكم كما عارفين الجينواز ها هو فينا هو. عندي الحليب باش غادي نسقي. مهم كيف ما شفتوا يعني كلشي موجود، المهم على بركه الله. دابا غادي ندوز غادي نحط الجينواز وغادي نسقيه. بنتي حتى هي بغات تعاوني، عزيز عليها حتى هي تصايب الطورطات، بغات تصايب الطورطات تعاوني. مهم كندوز هنايا كنسقي الجينواز ديالي بالحليب. ممكن نتوما تسقيوه باي حاجه، بشي سيرو ولا الماء والسكر هكا كتغليه حتى هو يعني كيجي زوين. صافي وهنايا كندير الكريم باتيسري، هي اللي باش غادي نعمر الطورطه. كيف ما شفتوا معايا راه كتجي هائله وكتجي زوينه بزاف وبنينه بزاف. البنات غير جربوها. صافي بعد ما درت دابا الطبقه الاولى كندوز كندير الطبقه الثانيه. صافي كندوز هكا كنسقيها بالحليب. صافي كنبقى غاده مستمره بحال هكا كنسقيها بالحليب وكندير الكريمه. صافي حتى كنساليها. المهم الفيديو راه واضح ليكم. صافي كنبقى غاده مستمره. ايه هنايا دابا بعد ما الطبقه الاخرى كنسقيها هكا من الفوق بالحليب حتى هي. صافي وكندير الكريمه. صافي وغادي نغطي الكريم بالتورته كيف ما كتشوفوا معايا. راه كتجي رائعه وكتجي بنينه بزاف صراحه. المهم كيف ما شفتوا معايا الفيديو راه فيديو واضح لكم. صافي وغادي نبقى غاده مستمره بحال هكا. ندير ليها الكريمه كامله، نغطيها بالكريمه وعاد نزينها. وهنايا انا غادي نزينها هكا من جناب، غادي نزينها بالميسال.
مهم زين البنات راه كيبقى على حسب كل واحد وكيفاش كيبغي. بعد ما زينتها من جناب في المثال هنايا شديت سكر غلاسي ودرت منه غير واحد شويه ديال الماء صافي، وكان كنديرو من الفوق. درت بوست فيه الكريمه وغادي نزين بحال هذا الشكل هكا، غادي ندير وريضات من الفوق بحال هكا صافي، و كنبقى غادا على هاد الزين هكا حتى كنساليه. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال الطورطه ديالنا بعد ما زينتها. المهم الزينه البنات كيبقى على حسب كل واحد وكيفاش كيبغي يزينها. المهم انا زينتها بحال هكا، كنتمنى بصراحه تعجبكم وتنال اعجابكم وتبارطاجيوه مع عائلتكم ومع صحابكم. انا هنايا كتبت فيها اوغوري سمية، وانتم ممكن تكتبوا فيها عيد ميلاد سعيد هكا من الفوق. كان عيد ميلاد ديالي. مهم نخليكم والى الفيديو القادم. غادي نقطع معكم وغادي تشوفوا كيفاش كتجي من الداخل. كتجي بصراحة كتجي زوينة وكتجي رائعة وكتجي تبنينة بنينة بزاف بالكريم باتيسري. كتجي بصراحة هائلة، غير جربوها وتيقوني اكيد راه غادي تعجبكم وغادي تجربوها وغتعودوا تجربوها. Thank you.